نروح لموضوع آخر، والحقيقة أنه مصر بتضع من ضمن أولوياتها المحلية والإقليمية التنسيق الكامل لمواجهة المشكلات البيئية والإشعاعية. عشان كده كان في اجتماع مهم لإنشاء شبكة عربية للرصد البيئي الإشعاعي والإنذار المبكر لمواجهة الكوارث النووية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر مع دكتور شريف الجهري، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. اهلا يا فندم، صباح الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم. يعني لو في البدايه حضرتك تكلمنا عن اهداف وتفاصيل الاجتماع اللي بيشارك فيه او بتشارك فيه الوكاله الدوليه للطاقه الذريه والهيئه العربيه للطاقه الذريه وهيئه الطاقه الذريه المصريه وايضا ممثلين للدول العربيه لانشاء هذا المرصد. الحقيقه طبعا المنطقه العربيه الحقيقه في الوقت الحالي بتواجه صعاب كثيره، ومن اهمها التحديات اللي موجوده نتيجه الحرب الدايره بين روسيا الحقيقه واوكرانيا. فبالتالي في الحقيقه مشروع اقليمي عربي بترعاه الوكاله الدوليه للطاقه الذريه والهيئه العربيه للطاقه الذريه، وبتشارك فيه الهيئه الطاقه الذريه المصريه كمنظم محلي. الحقيقه الاجتماع اللي حضرتك تفضلت فيه ده بيستمر لمده 3 ايام، بدا من امبارح ولغاية غدا إن شاء الله. ده الحقيقة الهدف منه توحيد الرؤى العربية بشأن إنشاء شبكة عربية للرصد البيئي والإشعاعي والإنذار المبكر لمواجهة الكوارث والطوارئ النووية. والحقيقة بيشارك في هذا الاجتماع 12 دولة عربية، كلهم من الأعضاء اللي هي الهيئة العربية للطاقة الذرية. والهدف الحقيقة من هذا الاجتماع توحيد الوعي وزيادة الوعي والسعي للحصول طبعا على دعم سياسي من الدول العربية لكل الجوانب الفنية الخاصة بإنشاء هذه الشبكة. والاجتماع ده الحقيقة بيسبق اجتماع عالي المستوى إن شاء الله هيبقى يوم الأربعاء والخميس. ده هيبقى إن شاء الله برعاية السيد أحمد أبو الغيث الأمين عام لجامعة الدول العربية، وهيبقى في جامعة الدول العربية بينقلوا نتائج هذا الاجتماع الفني اللي هو بيدور حاليا. عظيم. الاجتماع الفني ده الثلاث أيام دول هينقلوا نتائجه إلى الاجتماع عالي المستوى اللي إن شاء الله اللي سيتم عقده في جامعة الدول العربية. عظيم جدا. دكتور، هل الموضوع بيقتصر فقط زي ما حضرتك قلت على إيجاد سبل الدعم السياسي والحكومي، أم أن الأمر قد يحتاج دعم مادي؟ لا طبعا، هو مش دعم سياسي فقط، هو طبعا دعم مادي ودعم تقني على مستوى البنية التحتية للدول العربية. لأن الحقيقة مش كل الدول العربية عندها نفس المستوى من البنى التحتية الخاصة بشبكة الرصد الإشعاعي والبيئي. زي مثلا في بعض الدول عندها، زي مثلا مصر والمغرب وبعض الدول الاخرى، عندنا شبكه بتغطي كل انحاء الجمهوريه. في بعض الدول لسه، اولا في بعض الدول ما عندهاش خالص، وفي بعض الدول عندها شبكات صغيره، فهتحتاج انها يحصل لها زياده في البنى التحتيه عشان تستكمل هذه الشبكه، عشان يتم بعد كده ربطها مع باقي الدول العربيه لتبادل المعلومات، عشان لا قدر الله في حاله اي هيحصل اي حادثه او كده يبقى كل الدول العربيه بتستجيب لهذه البيانات اللي بتطلع من هذه الشبكه، طبعا لحمايه المجتمعات وناسنا كلنا في الدول العربيه. طيب دكتور، خلينا كمان نتكلم عن المخاطر اللي بتواجه العالم حاليا، يعني خاصه في ظل الظروف الغير عاديه، على سبيل المثال الازمه الروسيه الاوكرانيه. الحقيقه المخاطر اللي بتواجه دولنا العربيه هي طبعا الحرب اللي هي دايمه اللي هي دايره حاليا في اوكرانيا ما بين روسيا واوكرانيا. طبعا دي احد المخاطر، ولكن الحته الثانيه ان احنا دولنا العربيه حضرتك يوجد بها العديد من الانشطه النوويه والاشعاعيه، مفاعلات ابحاث، في مفاعلات قوى بتتبني، في انشطه كثيره اشعاعيه ونوويه في المجالات المختلفة، فممكن يحصل لا قدر الله أي حدث أو حادث في هذه الأنشطة، يعني وارد إن هو يحدث على حاجة. فبالتالي الهدف الأساسي إن هو لما يحصل كده يحصل إنذار أولاً مبكر للدول العربية إن في حاجة حصلت في هذه الدولة أو في تلوث حصل في مكان ما، ويحصل بقى رد فعل سريع وتتخذ الدول دي إجراءات سريعة لحماية طبعاً المجتمع والبيئة من أي مخاطر بتواجهها يعني.
ده يخلينا دكتور شريف نتكلم عن اهتمام الدولة المصرية بملف البيئة خلال الفترة اللي جاية، خاصة احنا داخلين خلاص على مؤتمر المناخ في نوفمبر اللي جاي. ازاي نقدر نوصل هذا الاهتمام الكبير وهذا التطور اللي حصل في ملف البيئة في مصر لباقي الدول المشاركة؟ والله الحقيقة مصر قايمة بدور كبير جدا في موضوع البيئة طبعا، وخصوصا ان احنا داخلين على COP27 ان شاء الله في نوفمبر. فالحقيقة مصر قايمة بدور كبير، احنا عندنا شبكة زي شبكة بيئية للرصد الإشعاعي، في شبكة للبيئة برضو لرصد الملوثات البيئية، في أنشطة كتيرة جدا في بتتم في البيئة في رصد أي تلوث بينتج من المصانع أو من أي أنشطة تضر بالبيئة المصرية. في دلوقتي ثقافة بيئية لدى كيانات كتيرة جدا وخاصة الشباب، ففي سفراء للبيئة من الشباب. عظيم. يعني في الحقيقة أنشطة كتيرة جدا قايمة بها وزارة البيئة الحقيقة في هذا الاتجاه، وكل الوزارات المعنية ومنها هيئة الطاقة الذرية بتهتم بهذا الكلام. وإحنا كهيئة الطاقة الذرية الحقيقة كنا من حوالي أسبوعين أو أكثر كنا عاملين دور أبحاث الطاقة الذرية لمواجهة تغير المناخ، وده كان موضوع مهم جدا برضو سيصب في إن شاء الله مؤتمر البيئة في نوفمبر بإذن الله تعالى. بإذن الله يا فندم، نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور شريف الجوهري المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية.